بمرور السنوات والمواسم وجدت الحلوية الشامية مكانا لها في موائد الجزائريين. محل حلويات قصر الأمراء واحد من محلات سورية كثيرة يقصدها الزبائن في شهر رمضان لضمان تحلية مشرقية خالصة في السهرات العائلية. حلويات سورية عليها إقبال بكل الأيام، مش بس برمضان، بس برمضان يصير الإقبال مضاعف. هلا أكثر شيء عليه إقبال الكنافة، الكنافة هي أشهر شيء هنا، كل الناس تستقصي عليها، بحبوهم من زمان يعني من وقت جينا حلينا هنا من 8 سنوات تقريبا، الحمد لله ما حد شكى من أي مشكل فيهم، كلهم كل الناس تحبهم وعليهم إقبال كثير. وحاجة يعني مختلفة عن كل حلوياتكم، يعني تجي طعم جديد، ذوق جديد، نكهة جديدة، العسل قليل فيها، يعني دخلنا صنف جديد على هالبلد. لا يقتصر الإقبال المتزايد فقط على تنوع الحلوى السورية بقدر ما يلفت مذاقها الرفيع اهتمام الجزائريين وإعجابهم لتكون من المحليات المفضلة إلى جانب الأطباق المحلية. الحلويات السورية من أحلى الحلويات اللي نجيبوها في الوطن العربي، خاصة في نكهتها، في ذوقها الرفيع، من حيث نوعية تاع الجودة تاع المواد المصنوعة به من جوز ولوز وعدة من المكونات اللي يستقبل عليها الشعب الجزائري خاصة في رمضان. أصبحت الحلويات السورية من الحلويات الأساسية على مائدة الإفطار الجزائرية، من أجود الحلويات على المائدة الجزائرية لقيمتها لاحتوائها على القيمة الغذائية والمكسرات. ذلك ما يؤكد سر الارتباط الذي يجمع الشعبين الشقيقين في مثل هذه الظروف، فالحلوى السورية تعكس جانبا من هذه الصلة الوجدانية الأزلية. ليس سهلا استقطاب المستهلك الجزائري نحو أطباق غير تلك التي تعود عليها محليا، لكن الحلويات السورية دخلت قلوب العائلات لخصوصيتها، وليس أدل على ذلك الانتشار الواسع لهذه المحلات لتكون منافسا قويا للمنتوج المحلي. للإخبارية السورية ميلود بن علي صولي، الجزائر.